السلام عليكم، معكم الشيف صلاح الباتني. وصفتنا اليوم إن شاء الله راح تكون خبز الباي بطريقة جد سهلة وبسيطة وبمقادير اقتصادية وموجودة في كل بيت. حضرت لكم بمناسبة الشهر الفاضل لروع الأبواب لسهرات رمضان إن شاء الله. اللهم أبلغنا رمضان، اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا رب العالمين. كما قلت لكم إن شاء الله تجربوا هذه الوصفة وتنجح لكم. خليكم معي مع طريقة التحضير وما هي المقادير اللي نحتاجها في هذه الوصفة. بداية راح نبدأ لكم بالشربات اللي راح نشرب بهم هذه الوصفة ونكمل معكم كامل الوصفة. أول حاجة راح نبدأ بها في الوصفة تاعتنا اليوم راح نبدأ بالشربات. واش نحتاج في الشربات؟ عندي كاس ونص نتاع السكر. تبعوا الخطوات كامل أو تبعوا الفيديو كامل باش تصلح لكم الوصفة. عندي كاس ونص نتاع السكر، نحتاج له 3 كيسان نتاع الماء. 3 كيسان نتاع الماء، هذا الكاس الأول. نزيد له 2 كيسان، نزيد له الكاس الثالث، نحطه على النار. بعد ما يهز الغلية نحسب له 10 دقائق ونطفي عليه ونرجع لكم إن شاء الله تشوفوني واش راح نضيف له. بعد ما العسل تاعي طاب أنا راح نضيف له لهنا ملعقة نتاع عسل، مغرفة عسل. أنا استعمل دائما الدب هذا اللي نشريوه من المحلات، راح يعطينا ذوق الخبز تاعنا او خبز الباي تاعنا. ونخليه يبرد باش نقدر نخدم معاكم دوكا مرحله تحضير العجين تاع خبز الباي تاعنا. خليكم معايا. بالنسبه للمقادير نتاع الوصفه تاعنا اللي هي خبز الباي، نحتاج لهنا 180 غرام زبده ذايبه، تزنوها ومن بعد يعني تزنوا 180 غرام ومن بعد تذوبوها او ما يعادل كاس الا اصبع. الناس اللي ما عندهاش الميزان، عندي ايضا 100 غرام نتاع خبز يابس شابلور او ما يعادل كاس. اللي عنده الميزان يخدم بالميزان 100 غرام، اللي عنده ما عندوش الميزان يخدم بهذا الكؤوس. عندي كاس تاع شابلور، عندي ايضا 100 غرام كاوكاو محمص ومرحي او ما يعادل كاس الا اصبع. بنفس الكاس عندي 180 غرام سكر اي ما يعادل كاس الا اصبع سكر. عندي 4 حبات نتاع البيض يكونوا بالحجم متوسط. عندي كيس تاع خميره كيميائيه ونحتاج ايضا للفانيلا. انا لهنا عندي الفانيلا، استعملت الفانيلا نتاع الميزان. دوكا خليكم معايا مع مرحله التحضير. بالنسبه لمرحله التحضير نجيب ريسيبيون كيما هذه، راح نحط المقادير الجافه. عندي 100 غرام تاع خبز يابس او ما يعادل كاس مملوء، عندي ايضا 100 غرام تاع كاوكاو او ما يعادل كاس الى اصبع، وعندي ايضا 180 غرام نتاع السكر اي ما يعادل كاس الى اصبع. عندي لهنا ايضا المكون الاساسي اللي ديما نقول لكم عليه اللي هو الملح، قرصه ملح باش تجينا الحلوه تاعنا بنينه. انا راني نسيتها في المقادير. نخلط هذه المكونات، نضيف ايضا الفانيلا. فانيلا ديروا حوالي ملعقه تاع قهوه. نخلط هذه المكونات كامل مع بعض وراح نضيف السوائل. لان الزبده تاعي راهي بارده، ما تستعملوهاش وهي سخونه. حاولوا تتبعوا الفيديو كامل باش كش ما ننسى حاجه راح تلقاوها في الفيديو في الاخير ولا في النص، ما على باليش، لانه كاين ناس بزاف راهم يقولوا لي بلي رانا نطبقوا في الوصفات تاعك 100% وما يعني بنفس المقادير وما تخرجناش نفس النتيجه. ممكن نكون نسيت حاجه في البدايه وما تبعتوش الفيديو. دوكا انايا راح نبدا نضيف السوائل. نضيف 180 غرام زبده ذايبه او ما يعادل كاس الا اصبع. نخلطها شويه وراح نبدا نضيف في البيض. نضيف البيضه الاولى، بسم الله، البيضه الثانيه، البيضة الثالثة. عندي لهنا البيضة الأخيرة، وفي الأخير نضيف الكيس نتاع الخميرة الكيميائية. دائما الخميرة نخليوها هي الأخيرة. ونخلط هذه المكونات كامل مع بعض
اللي يحب يدير جوج اكياس تاع خميره كيميائيه يدير، اللي يحب خبز البيت تاعو يجي عالي بزاف ومفشش يدير زوج اكياس تاع خميره كيميائيه. انا راح نستعمل فرد وحده، راح نجيب بلاطو ندهنه بشويه زيت، راح نعطيكم المقياس ايضا نتاع البلاطو. نجيب بلاطو زجاجي ممكن نتاع الحديد، دائري هذا يرجع لكم، اذا كان دائري ديروا القطر تاعو يكون 25 سنتيمتر، انا هذا تاعي راهو طول 30 على 20. ندهنوا بشويه زيت، ثم اذا درتو في تاع الحديد حاولوا تدهنوه بالزبده وترشوه بشويه فرينه باش ما يتسقلكمش. بعد ما سويت العجين تاعي دوكا راح نفوتها للفرن، الفرن كل شعلته على 180 درجه، نطيبها من تحت نزيد نحمرها شويه من الفوق، ومن بعد ان شاء الله راح نعطيكم كيفاش نغسلها. خبز البيت انا راه حاضر معانا كما كنتم تشوفوا، بعد ما طاب من تحت زدت حمرته من الفوق، لهنا جوست نجبدو من الفرن راح نسقيه، يعني الشربات تاعنا يكونوا باردين وخبز البيت تاعنا يكون سخون، ما نديرهمش سخونين في زوج وما نديرهمش باردين في زوج، وحده تكون عكس الاخرى. انا راح نعطيكم في ليزاسيوس تاع النجاح لهذا الوصفه. انا دوك نعسلها ونخليها تعسل حوالي ساعه، نقسمها ونزينها معكم وراح تشوفوها ان شاء الله في صحن التقديم. بعد ما برد الخبز البيت تاعنا انا راح نحاول نقلبو، اللي ما يحبش يقلبو يعني يقسمو ديريكت، انا حبيت نقلبو، من الاحسن ديروا لنا بابي فيلم من الاحسن، انا ما عنديش خلاص لي. بسم الله نخليها شويه وقت هبط وحدها. كما كنت تلاحظوا راح نحاول نقسمها الى كميات تكون متساويه، هذا الشكل راح نقسمها عادي ونرجع لكم. نحاول هنا نزينها تزيين بسيط، عندي لهنا جوز الهند ندير شويه في النص، ممكن ديروها في قوالب فرديه هذوك تاع 26000 او القوالب جو طابل، سبق وحطيتها لكم في القناه شحال من مره. ايضا ممكن ديروا لي فروي كونفي، عندي هنا ايضا لوز ايفيلي. اذا هذه هي، راح نقدمها لكم ان شاء الله في صحن تقديم في الصوره الاخيره، وراح نقسم لكم باش تشوفوها من الداخل كيفاش جات. نحي لكم واحدة باش تشوفوها كيفاش جات بكل سهولة. شوفوا شوفوا كيفاش راهي معسلة ما شاء الله، نقسمها لكم. اذا هذه هي الوصفة تاع نهار اليوم، حضرت لكم بمناسبة شهر الفضيل اللي راهو على الابواب، دائما نفس الدعاء اللهم ارفع عنا هذا الوباء ان شاء الله، اللهم بلغنا رمضان. اذا عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم عليكم الا تكثروا لي من لي جاموت كومونتيو لي اسفل لا فيديو، واذا عجبتكم قناتي ما عليكم الا ديروا اشتراك ولا ابوني ولا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد نتاعي. ما بقى لي الا نقول لكم شهيدكم بالصحه، نتلاقاو في عد اخر، سلام.